8 mars de l'Algérie féminine. L'Algérie est au féminin, ses femmes, des barrières. Donc, c'est ma première mesparée pour moi, l'Algérie. Nous, on fait rire, on a un brûlant, une dette pas. Pour être certain, on a fait les gars, on a fait un peu de temps, les moussaouas de Tami. Mars 2023, on a demandé à l'Anissa. تعرف حقوقها لأن حقوق موجودين ما نقدرش نقولوا ما كانش فيها في قانون الجنايات قانون الأسرة ولو قانون الأسرة مازال فيه التمييز ولكن فيه تغييرات إيجابية وليها للنساء احنا شفنا في 2023 مازال النساء ما راهيش على بالها باللي مراهقة تقدر تمارس حقوق سياسية اقتصادية مدنية ثقافية إلى تاخذهم تمارسهم وما تخافش. نحن نتكلم اليوم على 8 مارس و 8 مارس تعرفوا اللي نظر المرأة الجزائرية من قرون راه معروف زادت حرارة البلاد من الاستعمار وزدنا لحقنا لنضال المرأة ضد الإسلاموية السياسية في التسعينات والآن نضال المرأة راهو على جميع الأصعدة خاصة فيما يخص العنف ضد المرأة والعنف ضد المرأة يعاود يرد لنا للتسعينات وإن كانت النساء تقتل لأنهن نساء ولهذا يجب أن نعرف على حسب ما قلت لكم من قبل أن يوم 8 مارس يجسد ويمثل نضالات المرأة على مدى القرون وحتى على مدى العشرينيات اللي سبقت بالنسبة للجزائريات ونحن سيدات المجاهدات وسيدات الشهيدات ولهذا يعني النضال ماهوش جديد علينا ولهذا نعرف قيمة 8 مارس.